أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. بقرة سورة الغشاء سورة ديري مدنية مدينة كسور جهتي. وآياتها إلهادنا 186 آية. وآياتها إلهادنا 286 آية. إلهادنا والله رب قل سجيتا يلح أما ما ركي سجيتا يصدو وعاكرين نقول إساء لحكن إيا بقل إيا لباتن إيا سو كلمة لباتن إيا شمكن إيا شم بقل وحرف أي نقول إساء سوردان إيالي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم ميشان في القلينا أنك أمارة يا كتحجرنا للوغ كتابك إلهي العزيز كتفسير كيسي 10 كنشان إيا طبرات وأن سوق جارني سورة البقرة وسورة دلوات وقرآن كه وحان مركة في ميشان خصوة قابلينا للوغ سورة البقرة مركة هذا وأوه الرئيسة سورة البقرة أي سورة لغمة قعابة مرك هذا بقرة تصدى أي لغو شيء دون سورة تسمية سنة وهي كميتها فائدة لإلهي وقرآن كوليها من بعض تسمية الكل باسم بعضه على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية وبعض كميتها لغمة قعابة وهي كميتها إلهي سبحانه وتعالى عاديس قرآن خضر أساسي مرك هذا مفسرين فو وها ايشا كان سورة انسا ونزول كيدا دارهان آيادها مركة اله لقى قارا يو مفلحون لقى قارا يو اقوال او مركة دورة مركة قوكة كبابيكو يهي مؤمنين تأهل كتاب ايه كسود تبس ايه مارك يا وحودة ابن عباس حبر عالم الامة ايه جماعة كانت اوه صحابتها يتابعين تبالا فكال ان توضعوا مركز مجاهد او مارسة يا او كميجها نوحيد هذين جميع المؤمنين وضن ايه كسود التي سياس اي مارسة ايه هذين فركا انت اصدقين ان هو قال لي حنو حق مركز ونزولك
oo suuradda tan suuraddan suuratul baqara waa suurad madaniya horena sidaan usoo marnay madiina wuxuu kusoo degay ayay maaragtay suuraddan ugu horreysay markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu madiine tegay suurad ahaan dadkii la yidhaahdo suuraddii markaasi madiine kusoo degta ayay ugu horreysay suuraddan waa suuradda qur-aanka suuradihiisa ugu weyn wax aada iyo aada u tira badan oo culuuma ayayna kulminaysaa sida haddii alla yidhaahda aynu ku tegi doono ibnulcarabi ayaa waxa uu dhahay suuratulbaqaro waxaa ku jira u dhahay kun amar iyo kun nahyi iyo kun xugun iyo kun khabar ayaa ku jira u dhahay akhduhaa barakatun wa tarkuhaa xasratun suuraddan qaadashadeeda barako ayaa ku jirta u dhahay ka tegitaankeedana shalayso ayaa ku jirta laa tastadiicu hal badalatu dadka badalada ah waa suxarada ayaa la yidhi ma awoodaan suuradda tan markii guri lagu ahriyo shayaadiinta kuwooda madaxa adag leh saddex maalmood soo geli maayaan xagga falaaisheen haddaynu wax ka soo qaadano xadiis saxiixu muslimka ku yaalo abu hureyre laga wariyey ayaa waxa uu dhahay abu hureyre rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira gurihiina ha ka dhigina qabuuro kale ha ka dhigina maxaa yeelay ina ashaydaana yafuru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara shaydaanku waa ka cararaya guriga lagu akrinaayo suuratu lbaqara waa ka cararaya marka gurihiina waxa weeye suuratu lbaqara ku akriya hadda markaasi culimmadu waxay yidhahdeen macnuhu ma ahan maqaadirta inaan markaasi qur-aan lagu akhri karin laakiin waxaa laga wadaa maqaadirta dadka muwaadda joogta acmaashoodii waa go'day oo wax takaaliifa iyo mid lama saara marka ayaga waxa weeye wax amara iyo wax ay markaasi ay tabarugayaan iyo wax markaasi tacaawiidaada laga dooni maayo marka idinka gurihiina maqaabir oo kale ha ka dhigina ee waxaad yeelaysiin adinka wax walbaa idinku imaanaye waxa weeye shayaadiinta seesa gurihiina usoo gelin suuratu lbaqara ku akriya riwaayad kale intooda abu hurey laga wariya waxay ahaadeen inuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam likulli shayin sinaamun shay kasta wuxuu iska leeyahay kurus ayuu leeyahay wa sinaamu lqur'aani suuratu lbaqara qur-aanka kuruskiisa kurusku waa dirwatu shay shayga meesha ugu saraysa oo waxaa laga wadaa neefka geela kuruska ayaa ugu sarreeya marka suuratu lbaqara iyaduna qur-aanka ayay ugu sarraysaa riwaayad kalaa waxay eeday sayidu aayad qur'aani aayat lkursi aayadaha qur-aankana waxaa u sayida aayat lkursi haddii ilaah yidhahda waan ku tegi doonaa marka hadda sayidu aayad qur'aan aayadaha qur-aanka aayadda u sayidka aheeday suuradda tan ayay ku jirtaa ayaduna markaasi waxa weeye sinaamu lqur'aan weeye marka suuradda tan waxaa markaasi mar hadday tahay suurad madaniya suuradaha makiga iyo suuradaha madaniga way igu kala duwan yihiin suuradaha oo makiga waxay ka hadlaan usuulu lcaqiid ay ka hadlaan waxaa ku jira aayado dhowra oo ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa iyo waxdaniisa ka warramaayo annubuwa warisaala bacsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa sida qaalibka a waxaa looga warramaa suuradaha makiga ayaa looga warramaa maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam maka intuu joogay saddexdii iyo tobankii sano dadkaas waxay ahaayeen dad cabadatul awtaan hay ahaayeen markaasi xagga caqiidada ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhisaayey markaasaa waxaa loogaga warramaayey usuululcaqiida ayaa looga hadli jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimiday suuradaha madaniga horaan usoo marnaye suuradaha kusoo degaayey waxay u badnaayeen tashriicaad waxyaaba la jidaynaayo axkaama sida hadda suuraddan suuratulbaqara axkaam fara badan anigu tegi doono oo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii waxyaaba badan ayaan insha allahu tacaala ugu tegi doonaa oo axkaama iyo maaragtay nikaaxi iyo talaaqi iyo rajcadi iyo waxyaaba badan maaragtay axkaam oo dhan
ايا مركز سوره ثنايا للهلايا معايا لمركز وحال لو باهني هوله مركز وحا وهي ابو اسره مسلم كان ايا ان لا قيس ايا لدوناي ودي مركز لو دس لهينه واحكام تنفيذ سخيات ايا لو دس لهينه مركز سوره مدنيه وحا اي تحضلايان اي تشريعات اي تحضلايان اي تحضلايان تشريعات اي تحضلايان سورده مركز دي الا يرادو وهي تحضل دونتا تشريعات كاس اي مارت اي تحضل دونتا مركز اموريه كلان سورو هذا بصمالدي اي تعاو اي 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 مارت اي وحيامها سورنا وانك سوى هذا ني وانا تصوى هذا المركة استعاذتي إيه بصمرتي إيه وحيبها سبحانه جيب قول عبان لنا معهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك ألف تاسية لام تاسية ميم كاس مراد كل وجهه إلهي سبحانه وتعالى عياك علم له مركة هذا سورة كان وحال الغب العظيم ألف لام ميم أيال الغب العظيم مركة هذا حروف تقوم من الزهدة وصورة لها أول كودة الوسود الجيي حروف تقوم من الزهدة وصورة لها أول كودة الوسود الجيي وهي جارايا أفر إيه طبعا حرقي جارايا وهنا وهي حروف تحروف الهجائية وقرآن كمركاسي أما عربي حروف تقوسكالي هي حروف الهجائية نسكدوي هاي سجيد إيه طبعا حرقوي حروف كان مركزي أوائل الصور الوسود الجيانة أفرية طوان وهي مركز وهي كوكالة تكتينهين لباسم إيه استقال الصورة دور أي كوكالة تكتين كوكالة جيران هو مركزي قال وحال قبل الله ألف إيه اللام سيد هذا الصورة دان هو صورة البقرة مركز ألف إيه اللام إيه مين أو ألف لام مين أيها الدليل مركز waa weeye markaas suuradaha suuxay gaarayaan alifta iyo laamka lagu bilaabayo alifta iyo laamka suuradaha lagu bilaabayo way gaarayaan saddex iyo tobanay gaarayaan ha iyo min suuradaha lagu bilaabayo waxay gaarayaan todobay gaarayaan waa todobada xamiimo ku doonaa jeelada ilaahay waxa suuradaha lagu bilaabayna afar weeye kaafka waxa lagu bilaabaa hal suurada lagu bilaabaa يأو حال وقبل الله هل صورة وصورة ياسين صاد وحال وقبل الله هل صورة عيال وقبل الله صورة صابين صاد وحال وقبل الله هل صورة صورة قافوي نون وحال وقبل الله هل صورة صورة نووي حروف كرمك وحوي قال وقبل الله بنايو صورة لها قرانك بعد كميرة وحوي وأحال وحادي مركز الليل على قوضة هل حرفوه سيدا ما رفيا نون إيا ما رفيا قاس أوكلا بعلنا الثنائي واي أو الله ما حرف بعلنا الثلاثي واي ويسدح بعلنا الثلاثي واي وأصر بعلنا وخماسي وواشن مركز دياتنا سيدا قاف يعين صاد أوكلا انتو خماسي واي وسداسي وكما جران مركا هذا حروف كان علمان الحي الهدين واسترس الهي سيدا الوضع دنيه الهي كتاب كيف استرس كل جسوه ومركا سيه مع مهرد عن ادنى لقال عسين استرس الهي كتاب كيف كل جسوه والهي سبحانه وتعالى مع مهرد ادنى اوصن لقال عسين الله سبحانه وتعالى وعالم فيه وهي لي الهدين حروف كان سيدا انا oo suuradaha lagu bilaabayo mutashabihi kamid tahay sida hadda markaas iyadoo lagu socodsiinayo madhabu salaasi saleh oo dhahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa muraadka loola jeeda ayaa ku cilmina marka saarta diinta yidhaahdo alif laam miim iyo xuruuf kaloo lamid ah laa maxala lahaa min alicraab yaalii wax icraabta maxalay ku leedaha ma jirto maxaa yara waa farac marka saaka la leeyahay marka hadda waxa weeye macna markaas ixraab lagu ma xukumi karo maxaa la leeyahay ixraabta waxa la leeyahay ixraabu furuucul macna ayaa la yidhaahdaa mar haddii waxa weeye macnaba aan loo haynin
وحل إهراج كرم أهنا لي بين أنا ما لها لي تركيب نما هالي أو مع عامل في المارفيا فاعل وكله يبدو يرى المارفيا يدواجرا أو أقوال صلوة جسح وحاوي وحا المارفيا حروف كان عيسائي وأسماء للصور يرادين ومرعان أو صورة إسكليه أو مركز اللغوب بالعضل هاروح إلى أسماء للقرآن وي وأسماء قرآن كوليه هاروح إلى ما لله تعالى إله سبحانه وتعالى أسماء ليسه أي نفس سيدي هيبة وهذا لا يريد حرف كفتة وهو مفتاح ويهي اسم أول إله اسماء ليسة كاملة أما سوحاولي جزء وما رفيا اسم كاملة وي مثلا بعد ألف تهديل لغصوغة ألف لامين وهي مفتاح وطي لفظ الجلالة لفظ الله لامت أيضا وهي مفتاح وطي اسم غلطيه مين كنا وهي المفتاح وطهي اسم مجيد سلاسة يا مركز سالي ليه هدد أسلاسة الهدين لكن سلاسة هذا مركز جمهور أبداً طهي وهو يسترس إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة قبح جرسه أو مركز إذن الله تعالى حسينه وي سلاسة يا مركز علماء السلف الصالح أي مركز فقاطين إنا الله معنين أو مركز وحاسيه من عن ربهم أو سلاسة الورغتك وهي رسلة أن أغنهي قرآن كان هو قرآن معجزة واحد قرد هو قرآن معجزة هاي او خلائق اي تعاجتين جلية انسا اي صلائق ماكرين لابد مركاسي وإنه أثار اي كجرته وحتى وحوية معنهود المركاسي يعني ودي فكرين إنه كجرته والله معني كرين لابد وإنه نقطان فرق هذا وحان يقول جلينا معنه صورة أيام يقول جلينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله أعلم بمراده بذلك ألف كافية اللام كافية من كافية مراد كالولجه إلهي سبحانه وتعالى أياك وعلم ذلك كاسو بإلهي سبحانه وتعالى الكتاب أو كتابك أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخونا لا غيب الشك فيه إسرقكم الصغنى إنه إلهي أكيس أكسر درشككم الصغنى هدى هنو يوضع إلهي سبحانه وتعالى كتاب القرآن كاهو للمتقين هو إلهي كعب تنعي أيون هنو إيه كتاب كاس إلهي سبحانه وتعالى ذلك كاس وضعي مشاهد إليه مكة سواء كتاب كوي هذا مكة وهي علماء إلهي إشارة وحا حق هذا إن ليما هذا الشيء قرب اللي ليما هذا هلال الله مثلا ذلك كاسود المركز ذلك مركز إلى هذا الشيء بعد عيال وإشارة وهي تسقط السنة يتهالي قرآن كتعليم كيس إشارة للتعليم وي إنك سوى مركز غريب أو أنك نويها إلا أنه مرفوع الرتبة وي برجلي سعيا سريسة قدر في سعيا وي محايا لو أكن الجهنية وإلهي أكن كلام الحواجز حواجيس هذا الصور أن يفند بين القرآن فاسع لمركز ثاني لي مركز ثاني حالة عن بري إشارة ومركز كتوسينيس بعد كتوسينيس معناه وين على مدى القرآن في إسكالية هو مركز ثاني كتاب كاس القرآن كهي إله السلمان يا مركز ثاني الله سبحانه وتعالى ذلك كاسو بإلهي هذا الذي يقرأه محمد وي ذلك كاسو بإلهي سبحانه وتعالى هو النبي محمد عليه السلام وأخرنا عليه وعلى جاء وقرانك لا غيب الشك الإلهي فيه سيد عيسى كما صورنا وعاش في قصة ونين قرانك الإلهي أكيس إنه كسود دقي معايا المشركين تعيا وحديه الجلال اخترق القرآن محمد قرانك محمد أياسا لي التعبير الأولين وي السحر وي كهانة وي وحيامها في شيء جلال مركز تعطى إلهي سبحانه وتعالى هذا الكاس أيها إلهي سبحانه وتعالى أهدين إياه ووحى إلهي أعبين إياه كتاب كانوا إنه الله سبحانه وتعالى أكيس وكسود لي ومنزل من عند الله سبحانه وتعالى إنه القرآن كانوا يهي أيها إلهي سبحانه وتعالى إشارة إياه أتوقع إشارة ست عظيمة أوينين
أسوى الله سبحانه وتعالى أكو إشارة مركا ذلك كذا سمتدوي الكتاب مركا سي ومركا سي وحوي والغسي فين يا راهي فينا مركا سي خبر فينا قريشا مركا جملة نفسه مركا سي خبر وي مركا ومبتدها مركا سي وذلك أي خبر فيه سأيتها ذلك كارثه بأي الله سبحانه وتعالى الكتاب أو كتابك الذي يقرأه محمد وي كتابك سعوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخرنا عليه لا خير الشك فيه استغل حيثكم الصبنا أنه من عند الله سبحانه وتعالى وي إلهي أكتيس أنه كتابك سود لي وحشكي أكم الجوه هذا عيد شك ورجل شك إسكيل سنة وهي نقونا إساء كاشر بين نقونا إساء وقف كفري وإلهي سبحانه وتعالى إيه رسول فيه سكوك في يوم نقونا إياه قف كتاب تاس أن أؤرد إنه إلهي حقيس أكسول دري هدى انتان إينا خبر الثاني وي هدى نوضى إلهي سبحانه وتعالى هنو وي أمس هدى أي هادي ومت هنو لنايه هنوك أسوأ للمتقين هو متقين فهو إلهي كعب صنع رسول ناضي هدى أي هاجل وأمد هنو لناية أما هدى هنو كتاب القرآن كاهو يو هنو إيه مساس للمتقين والإلهي كوى الله كعب صنع هدو إلى مثلا قرآن كوحوية هدى بمعنى مبين واي وامد عضينا طريق حق بابل كتا عضينا يددك نوع عضينا مؤمن كوريا كافرك محامرك الله وخفي سيددك متقينتا وعلى الله يا متقينتا وحا الله وخفي سي لأنهم انتفعوا لتمرتي ورانك سماتيسة أيها أياكو انتفاعي الدون إيا مارك يا آخر ربع أياكو انتفاعي هذه لكن لولجي لالي المركاتي بيان لولجي له واحد سريبا لليه مخلص وهذا وحوية قرآن كاسو كافر هي مارسة يا مؤمن كل ورد وحوية وحكثة ومارسة يا هل يقع بينا يا لكن متقينة وحى الله خصيصة يا أيضا عياك انتفاعا إذ كالوك انتفاعا يتمجز معايا وفرا إلهي كعب سليل قرآن كاسو نالو قدو الأخري وحبك ليك مالي فكاتا إلهي قرآن كانو ذو هنو يهوده ذاتك متقينة وحوية الطائرين إلى التقوى وي ذلك إلهي تقوديسه قاسي معناه وحوية بنت ثالي أوامري واستناد النواهي تقول مركي لصوت قارشاه وحال إلهي سلع عامك أوامرت إلهي وحا الله قرأي أولا فرطومه وحا الله فيباي أولا قهره مركا ذلك أوم متقينتا أياك تاسك سورانك يهنون يهود إلهي ولأنك وحا إلهي موضوع بينيا كتاب كان قرآن كاهو وكان إلهي كعب سليم إنه سن هنون وهي كتابك منزل من عند الله وهي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام أيها المسودكي نبي عليه الصلاة والسلام أيها أخرنا أيها هذا كتابك هنون ويا لإله دانه هنون يوئي هاي مركي ليس سؤالنه ضدك إلهي كبقى يهنون إيه هذا ما كتابك أوحى كنا عفدونا وحى مكة سن وعب ضدك المتقينتا هو الله كعب سنة إليه إذكال أنتو كتاب كان قرآن كان وحبا إليه تلكو إليه في دوني مالك عبد إلهي الغنوة ونوصفين يا ذاتك المتقين تا ووحا تفصيل با إلهي نسين يا لبعض صفات المتقين ذاتك المتقين تا صفات قوة بعض كاملة مالك عبد صفات كان أيها عيال وخا ستا يا محايا لأعلى الأوصاف وي أعلى الأوصاف بين قرآن وعن رواية في محل الجر ليس على صفة للمتقين وعلى ليه الذين متقين تأثوا متقين تبع لغسط فينا يا وفي محل الجر صفة للمتقين أما والله فتقنا يا هو وخبر مركز متديس أو محذوف يا هي وعلى ليه هم كواس أو متقين الذين قووا لي أما سوال نسمها يا هو مسؤول لفعل محذوف أيا لغنقا يا تسلي ومثلا بحاليك ما سأعني المتقين تسوك اللي وعبنا مركاتي إنه مركاتي مستأنف إسكان وضو ومركاتي مستدي خبر
إن الله قدره مسديه مركزي الذين ذا إن الله قدره خبر كل قدره ورائس على هدى من ربهم مسديه وحال قدره الذين ورائس على هدى من ربهم مركز خبر كل قدره مركزي وحوي للمتقين ذا مركز وقف إن لغوصة ما يتامع أي مركزين نقول إيسا لقد وحانا فولينا إن مركز المتقين فأنا فتفينا حي الإله وحوله سبحانه وتعالى هدى أي هاجم ومثهنوننا يا قرآنك للمتقين هو متقين تاه إلهي كعب صنعي الذين متقين تاسو يؤمنون فمينعي بالغيب قيف فمينعي لك متقين تاه شفاك إله كتفينعي وحاكم مدى الذين كواسو يؤمنون فمينعي إلهي بالغيب قيف فمينعي وعوذي بما غاب عنهم وحيارها كعيلا وبعثها هي الجنبة هي النار أي كميدهين وحيارها إلى السمعيات وردت لها أن أقوم بغم لكن لها أن أنصاري وحيارا إن بعث الجران الله شاري إن قلام الأحواله الجران الله شاري إن الجنة جبتان الله شاري إن نار جبتان الله شاري إن مارتيا ميزان أو جران الله شاري سراث أو جران الله شاري حساب إلهي إن وجير الدونان الله شاري وحوالبان الله شاري وعن الله شهد مكان في ملائكه إنه جستو عرش إنه جرى كرسي إنه جرى روح إنه جرى قلم إنه جرى وعن الله شهد وعن الله مرك أيامه فما يسمى مرك أقول إلهي الذين متقين تأسور يؤمنون فما ينعي بالغيب قيف فما ينعي وهل كفو ويقيمون الصلاة الصلاة جنة أوغى يوم إلهي إيمان شبعي فالصلاة دي بالله يعني محايا للصلاة أخذ من ذلك معركة يا الله بعد هو أركان الإسلام أبوين وي أبدنا إله يقع بري إقامة يقع بري هو حال الربا يأتون بها بحقوقها يا الله قوضا تلابع إلى إمانا حقوق ذي بين كل إمانا حقوق ذي الظاهر يدع سيدة شروط إيا آذات إيا أركان إيا مدى بادل يدع سيدة خشوع إيا خلوع إيا إخلاص إيا توالع وحال إلى مركز إذن وحين نقول إساء حقوق الصلاة أو بادل يدعوه أبي ألا إلى أذن إنساء الله تعالى وحنو تبدونا سورة المؤمنون مركز صلاة إقامة لك عبر صلاة الدكاء لما بهم على ما صلاة وحكا صلاة لهم لليل ماذا مدى سيد حياتنا لو هو دهي ومما في حجي ترزقناهم أن فأرزقنانه ينفقون بحناية الله وإذا أنه أن تأرزقنا وحكم إذن من تتبعيه ينفقون بحنايو إلهي سبحانه وتعالى عديث يكون بحنايا فسد احتفو إنفاق أمرك سمرنا واجب واي سيد الزكاة وكذا إيا النفقة عروسة والنفقين عيالك الزوجة والنفقين مرنا السنوة إيضا عيالك الله واسعية ومارسة وحالة سينا لوضعية إيا بس أقاربك أو قرابة وإحسان الله سمعي وفقرابة أيضنا وحي نقول إيسا وحي نقول أنك في إنفاق أمارة يا تدوع إنت أصبري سمعين عيانو وهي إله سبحانه وتعالى وكأرزقي أيه بحنا يا معايا لحوالها مركهرو إلهي وحول الليه ومما رزقناهم وحان كأرزقنا ووحان هيسن إله بان فيه سبحانه وتعالى وحان مركز أنه أن ملكتنه وحي مجاز يمرياني ما أن إلهي لا نسي أنه ما سمك أن سكرنا مركز دين الاسبياني سر مركز إلهي ونغفر إلا نغفر كون الله بود وعي محايا لوحي أمانه الوودي لي أولا أدوه كانسا وحالوه بهانيه إن الأمر كإلهي فقارس مركز ذلك المتقين أي لست فريس أي كاي إن الوحي هايان أي بحيان ومما في حديث الله ألا رزقناهم أن كأرزقنانه ينفقون بحنايه إلهي سبحانه وتعالى دا عديث يكب حناية معاك كب حماية لا عاد إلهي كب حناية لا هيان ولا سمعة إسقصص كم بحناية هل غاشي هذا كب حماية هذا القول في إلهي وكوه رمي وإلهي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا غمغريرا فقوله إلهي سبحانه وتعالى وضبك ولا سنوم من انت وحي وحب حيان إلهي دراج سؤال وحماله ذكر الدون المجد لا نريد منكم جزاء ولا شيء معناها أنا أبال إن كدوين ما ينو
شكر إن كدون مين وحان يخربنا مالا مالك المصدرين تواقوا طول الله سفد أفراد والذين مصدرين تأسوا ويستفد بانك ولينا يؤمنون هم لينا يقول الله سبحانه وتعالى بما في أنزل إليك الوسر بجيسيك محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين توحي هم يا مصدرين إلهي رسول فيه توحي الوسر بجيو قرآن أفراد مؤمن يهي أو صغي يهي قرآن فوه ميتيه والذين مصدرين تأسوا يؤمنون هم لينا يقول الله سبحانه وتعالى بما في أنزل إليك الوسر بجيسيك محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كاسوي هي وما في أنزل للدجية من قبل فعليه هرطا كتب تنبع خوري عليه الصلاة والسلام سورة التوراة يجيل يغير كودة هي وما في أنزل للدجية وله الله سبحانه وتعالى من قبل فعليه هرطا معايا لمشركين تا أيه وحمام الله ما يسمع قلوين تألو كتاب كان وما تأتي إلي كتاب قرآن كان كتاب بعض كتب بعضنا ويشاهدنا يعني بعضنا ويجيلين سلام كتجدون لكن المؤمنين تؤيدوا مأساس معانو كتاب القرآن كله مينا يا وهي كتب إله يوم من الثلاثة إلي وسماو لهين ويه ميسيهم بدع قرار وبالآخرة آخرة عيون إلهي هم أيضوا يوقنون كوي يقيننا يا وبالآخرة آخرة آخرة الضمب ومركة كم آلتا هم أيضوا يوقنون كوي يقيننا يا يقين إله ميسيهم يقين إله ميسيهم إن الواحد يرى أعياء يسأيه ميتين آخره من كان وحال ربار إن يقين إله وعوي علم لا شك فيه ويقول ميتين وقال عن مركاتي شك أوصن كجر وبالآخرة وميوق من مركاتي وحاله هم الشيء جالس يمشروف فيها لكل من الشيء وسحف للوفاء إليه وحال لي المركاتي يملئه إثنيات معايا لأنه أعلى من الإنفاق محايلة آخرة الله هم أيه وهي كسر هيسا إنفاق هي كسر هيسا ويقولوا ميتيهن علما لا شك فيه وي ولا خيرا تاكوه مكة مكة هذا وحاقوته لن هدي لهدينا أيه بسك آخرة إنكري أو مركز من مما لم يؤمن بن محمد أو أحدثك نبي عليه السلام عن همين أيه لهدينا أيه مرقى دي أفر تاسفة الله شرعه الله شرعه أفر تاسفة محي كذلا ينحي سكيه إلهي حول سبحانه وتعالى أولئك قوى صوت إلهي الموصوفون بما ذكروه أولئك قوى صوت إلهي سبحانه وتعالى صفاتك في الوصول شرعه أفر على هدى نور إلهي هنوك وخسره من ربهم حق حد ورسغا وأولئك قوى صوت أي الله أبدانا هم المفلحون وأكوى الليبان بدك مصدقين تاهاي واركبوا الرئيسة كتابك قرآنك بدك هنونك ويهي وحي نقضين مصدقين أي نقضين مصدقين تنا إلهي سبحانه وتعالى أور صفاء يؤصر شيئا وأفر صفاء هذا بس انت في الأصر شيئا وحي يهيب هذا إلهي أوشيئا انت في كهلانه وهذا الله سبحانه وتعالى وادت هنوسن هنون إلهي حجي يستأوى غير أي هنوسي نور وحب حجي يستدد كهنوسن غير أولئك قوى صوت الله سبحانه وتعالى على هدى نور إلهي هنون قوى قصة غير أو من ربهم حجة هب قوى ذكاء هذي أولئك قوى صوت الله هم المفلحون وأكوى الليباني جنة كل الليباني نار أي خفرين قوى صوت الله سبحانه وتعالى مركا مدام هذا الصورة مركا تبلاو اي نوتهي عشر كمركا تهور اوه ريوان وكو افتتاحني انت ايان كسو كلينا فبعد ايان ان شاء الله تعالى دروسين في ولي دونا اطيش يا مركا عشر كياني معرفة يا كوبات او صورة البقرة ادير لغسو حسابه عشر ربين ان مركا تعثر كشان يتبان هذا انت سئينه اجيهي والله سبحانه وتعالى علم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.